الأشعث الذي لو أقسم على الله لأبره، بطل مقدام لم يتخلف يوما عن غزوة أو مشهد، قتل أكثر من 100 رجل من المبارزين الشجعان في معركة واحدة، كان حماسيا يعشق مواجهة أعداء الله، حتى أن عمر بن الخطاب كتب ذات مرة ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يهلكهم بإقدامه وفرط شجاعته. كان مستجاب الدعوة، إنه الصحابي الجليل البراء بن مالك. حينما ارتد كثير من المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام خلافة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قرر أبو بكر أن يقاتلهم، وبعث الجيوش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه لمحاربة المرتدين في معركة اليمامة. وقف البراء يوم اليمامة وجيوش الإسلام تتهيأ للقتال، وكان الوقت الذي يمر عليه في لحظات التهيؤ للنزال كالسنين الطويلة. فقال خالد بن الوليد للبراء في هذا اليوم العظيم: قم يا براء وقل للمسلمين شيئا. فركب البراء فرسه فحمد الله وأثنى عليه، ثم صاح بأعلى صوته: يا أهل المدينة، لا مدينة لكم اليوم، وإنما هو الله وحده والجنة. بدأ النزال وحمي الوطيس وبدأت الرؤوس تتساقط. اندفع المرتدون إلى الوراء هاربين، وتحصنوا في حديقة وأغلقوا الباب على أنفسهم، وأخذوا يرمون المسلمين بالنبال. وبعد محاولات حثيثة من المسلمين لاختراق الأبواب بدون جدوى، وهنا على صوت البراء وصاح: يا معشر المسلمين، احملوني وألقوني عليهم في الحديقة، فإما أن أفتح لكم الباب أو أموت شهيدا دون ذلك. فرفعوه حتى ألقي داخل الحديقة، فنزل عليهم كالصاعقة، وتمكن من فتح الباب، وجسمه به 84 جراحة ما بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون على حديقة الموت وحصدوا بالسيوف رقاب المرتدين، حتى قتلوا منهم في هذا اليوم ما يقارب 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة الكذاب فأردوه سريعاً، وانتصر المسلمون باليمامة بفضل الله، ثم بشجاعة عاشق الموت والشهادة البراء بن مالك رضي الله عنه. وقيل قتل البراء أكثر من 100 رجل من المبارزين الشجعان. وظل البراء حزيناً على ما فاته من الشهادة يوم حديقة الموت، وأقام خالد بن الوليد يداويه شهراً كاملاً من جراحه، وبعدها طفق يخوض معركة تلو الأخرى شوقاً إلى تحقيق أمنيته الكبرى، حتى كان يوم فتح تستر وقد تحصن الفرس في إحدى القلاع المرتفعة، فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم. ولما طال الحصار عليهم لجأ الفرس في قتالهم إلى فكرة وحشية دنيئة، فاستعملوا كلاليب مثبتة في أطراف سلاسل محمأة بالنار، يلقون بهذه الكلاليب من حصونهم فتخطف من تنال من المسلمين الذين لا يستطيعون الفكاك منها. وكان مع البراء أخوه أنس بن مالك مع جيش المسلمين يحاصرون هذه الأسوار العالية، ولكن أحد هذه الكلاليب سقط فجأة فتعلق بأنس رضي الله عنه، ولم يستطع أنس أن يخلص نفسه من السلسلة إذ كانت تتوهج لهباً وناراً. وما إن أبصر البراء المشهد فأسرع نحو أخيه أنس الذي كانت السلسلة محمأة تصعد به على سطح جدار الحصن، وقبض البراء على السلسلة بيديه وحاول بكل قوته أن يفكها ليخلص أخيه، حتى قطعها ونجا أنس بعد أن قطع الحبل. ثم نظر إلى يديه فإذا عظامها تلوح وقد ذهب ما عليها من اللحم. وفي هذه المعركة دعا البراء أن يحقق حلمه فأجاب الله دعاءه، واستشهد رضي الله عنه في سنة 20 هجرية، حيث خر صريعاً شهيداً يرجو لقاء ربه وحبيبه النبي الكريم. هؤلاء أولياء الله الذين تحدث عنهم
النبي عليه الصلاة والسلام، ضربوا لنا المثل في أن الإنسان ليس في مظهره وليس في مستواه الاجتماعي ولا في علم أو مال أو صحة أو سلطان، ولكن قيمته في القلب الضارع إلى الله عز وجل، وقلوبهم معلقة بالله، كانت الدنيا في يدهم لا في قلبهم. انتظرون مع رجل آخر من رجال صدقوا وما حققوه من بطولات لا تتبادر إلى مخيلة الأذهان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.